امتى يا فندم بشكل هتفتحوا باب الحجز للمشروعات التجارية والوحدات التجارية في هذا المشروع؟ احنا يعني من المخطط ان شاء الله على ابريل مايو يكون بدأنا تسكين ان شاء الله للسكان اللي في المنطقة، ويكون شطبنا جزء من المنطقة الترفيهية والمنطقة التجارية على نص السنة ان شاء الله اللي احنا فيها دي، يكون ان شاء الله بدأ يعني نبدأ نشغل خطة التطوير وخطة الاستثمار. بالنسبه طبعا انه عندنا في انشاءات لسه بتتم في المنطقه، فاحنا بنخلص جزء المرحله الاولى ونقفلها عشان نقدر تبقى جاهزه للاستخدام، والجزء الثاني شغال بالفعل. فطبعا دي محتاجه تطوير وتدبير بخطه معينه، فعلى نص السنه ان شاء الله احنا بنتكلم فيها. احنا اللي هيبقى عندنا جاهز ان شاء الله اللي هم الخمس او ست ابراج اللي بنتكلم عنهم دلوقتي، بالاضافه للمنطقه اللي بيتم تطويرها بالفعل على كورنيش النيل اللي هتستفيد بقى طبعا وبالتكامل مع ممشى اهل مصر. نعم. اللي حضرتك كلكم شفتوا المرحله الاولى منه اللي بتطل على منطقه مثلث ماسبيرو، فالابراج النيل ماسبيرو دي هتبقى موجوده على واجهه شاطئيه، وفي نفس الوقت هتستفيد من ممشى اهل مصر اللي المرحله الاولى الحمد لله تم افتتاحها يمكن نتكلم من اشهر قليله. فطبعا يعني الموضوع هو متكامل، في خطه، في خطه تشغيل وفي خطه تطوير وخطه طرح زي ما حضرتك سالتي بالظبط. نعم، يعني حضرتك بتتكلم في مشروع متكامل، مش فكره ابراج بس بتتبني، لا تطوير لا كمان يعني كورنيش وتغيير اتفضل. تغيير حياه الناس اللي في المنطقه، مش كتل خرسانيه او كتل سكنيه صحيح. اضافيه، لا ده في جراجات معمول حسابها تسعه، بنتكلم بتسعه في عدد كبير جدا من السيارات، بنتكلم حوالي 350 سياره، دول ارضي وتجاري وفي الاجار التجاريه والاجار السكنيه. الناس اللي كانت بتقول لنا انتوا هتحطوا كتل سكنيه تاني في وسط القاهره المزدحمه، لا احنا في معايير جديده للاستخدامات. وده اهميه يا باشمهندس عمرو، فكره يعني التخطيط، مش فكره التخطيط. مشروع بيتعمل هباء او بيتعمل عشان يلا نخلص الشكل والشكل يبقى حلو، لان احنا يعني تحديدا كعاملين في ماسبيرو كنا بنحزن لما كنا بنشوف مثلث ماسبيرو في الماضي يعني المطل على كورنيش النيل في اجمل بقاع القاهره، ده حقيقي وبنلاقيه بالشكل ده. النهارده الشكل اتغير تماما بجد فعلا، يعني بنشكركم طبعا.